ليحظى بالدعم السخي والكبير أمامكم صاحبة المركز الثاني للأشقاء من دولة ليبيا أحمد بن محمد بن آما بن كنيدي الحاصل على المركز الثاني. قبلها ب 10 مليون، في ناس قبلها ب 15 مليون، يعني أنا جيت يعني ضيف، ما جيتش يعني إني بشارك، لكن بفضل الله عز وجل جزاه الله خير سعادة السفير عبد الله بن عودة دعمني بمنقية فردية قصدي وسماها ليبيا عشان يشجعني، وهذا قال إكراما لأهل ليبيا، طبعا لما هداني المنقية إكراما لأهل ليبيا إكراما لشعب الطوارق. ما هداها لي كأحمد كنيدي بس أنا نعتبرها هداها لكل الطوارق لكل الشعب الليبي.